كان تكوين ممتاز حقيقة. تعلمنا فيه الحمد لله جميع المتعلقات اللي بعض اللي يتعلق بعمل الكتريسيان باتيمون. محمد حافظ محفوظ الأحمد متكون هون في هذا المدرسة من بداية عام 2000 من شهر 6 من 2021 في إلكتريسيتي باتيمون. بداية التكوين جاءنا مكونين من أجانب الجنسية في جايين من إسبانيا وكونونا هون 3 أشهر تقريبا ومشاو عنا ومشينا واعدين ليزونتبريز نتكونوا فيهم نستاجوا فيهم واستاجينا فيهم ورجعنا هوناتي ورجعونا وعدلوا لنا تكوين ومشاو. عقب ذاك جاونا أساتذة يقرونا الجيسيون اعطاهم معنا زادوا مقري من 3 أشهر والله ذاك بعدين وفينا ذاك وجانا من الأساتذة الفرنسية قرونا فترة زاد هي تراوح ما بين 2 إلى 3 أشهر تقريبا. كان تكوين ممتاز حقيقة. تعلمنا فيه الحمد لله جميع المتعلقات اللي بعض اللي يتعلق بعمل الكتريسيان باتيمون من البداية إلى النهاية. العمل اللي قالوا الكتريسيان باتيمون يبدأ بديار تليتيب في وردي سابق دار على سيمو سابق المقطع وينتهي بقدي آخر أمبول في المنشأ أيا كانت. هذا هو عمل الكتريسيان باتيمون باختصار. التكوين مهم استفدنا منه قلت لكم كيف قلت لكم معرفة الإلكتريسية بشكل عام الإلكتريسية باتيمون بشكل عام والجنسيون مالي كيف إنشاء المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الأخرى. تقدمنا شيئا ما في اللغة الفرنسية كان مهم جدا الحقيقة. شاكرين الغرفة التجارية الموريتانية والغرفة التجارية الإسبانية وشاكرين مشروع فورمان بلوا على إتاحة هذه الفرصة اللي تبارك الله. راجينهم إن شاء الله، إجازهم إن شاء الله بالخير، راجينهم بالتوفيق.